بعدما ضيق الحجر عليها الخناق لمدة سنتين وحرمها من نكهة السهرات الرمضانية، ها هي العاصمة تعود إلى ذكريات الليالي الملاح ويعود نشاط التجاري في استقبال الزبائن، معلنا بذلك نهاية كابوس الجائحة لتعويض الخسائر التي تكبدوها خلال موسمين ماضيين. الحمد لله، يعني رمضان هذا ان شاء الله جوزناه بصحه والحنا كما يقولوا بارابور العام اللي فات والعام اللي قبله، فهمت كيفاش؟ ونتمنوا ان شاء الله الخير لبلادنا. استقبال تاع الزبائن راهو يعني بيع الحمد لله، كاين باساجي، كاين لي كليون اوفيسيال تاع الحانوت، فهمت كيفاش؟ ونتمنوا ان شاء الله يكون الخير في اللي راه جاي ان شاء الله. من جهتهم عبر المواطنون بارتياح كبير عن فرحتهم خلال رمضان هذه السنة الذي عادت فيه الحياة إلى طبيعتها ومعها حركية المحلات التجارية. الحمد لله السنة هذا العام الحمد لله كان كل شيء كاين، أنا نزول السعرور، أنا نقضوا في الليل، حوانت مفتوحين، جاوزنا المرحلة تاع كورونا الحمد لله عامين، والحمد لله درك المساجد راه مفتوحة، المحلات كلش، هو ديفيرونس كبيرة. هذا العام كل خير كاين الحمد لله. في السهرة بعد المسجد بعد صلاة التراويح ولا نخرجوا مع العائلة، نجوا نقضوا، نشروا الكراب، نشروا هذا، كاين كل شيء مفتوح الحمد لله. تراجع الوباء كان بشرى لأصحاب المحلات التجارية على اختلاف نشاطاتهم، وهم الذين عاشوا تجربة قاسية فقدوا فيها مصادر رزقهم وقطعوا خلالها حبل الود مع زبائن ظلوا فيها أوفياء لعشرات السنين.